أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم تقبل منا ختم القرآن، اللهم ارزقنا حب القرآن، اللهم ارزقنا شكر نعمة القرآن، اللهم أوزعنا أن نشكر نعمة القرآن، اللهم وفقنا لشكرك يا رب العالمين على نعمة القرآن، اللهم لا تحرمنا قراءة القرآن، اللهم زدنا فهما لكتابك يا رب العالمين في شهر الفرقان يا رب العالمين، اللهم اجعلنا بالقرآن قائمين، واجعلنا بالقرآن قاعدين، اللهم ارزقنا ختمات كثيرة، اللهم ألهم ألسنتنا قراءة القرآن، واملأ قلوبنا بفهم القرآن، واملأ جوارحنا بالعمل بالقرآن يا رب العالمين. اللهم نحمدك ونشكرك على نعمة القرآن العظيم، اللهم نشكرك ونحمدك على أن وفقتنا لختم القرآن، اللهم نحمدك ونشكرك أن وفقتنا لقراءة القرآن، وأذنت لنا في قراءة القرآن، وأجريت القرآن على ألسنتنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا يا أرحم الراحمين لكل خير، اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نسألك من الخير كله، ظاهره وباطنه، جله ودقه، ظاهره وباطنه، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وذهاب همومنا، وجلاء أحزاننا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اشرح صدورنا بالقرآن، ويسر أمورنا بالقرآن، وزدنا علما بالقرآن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم يا رب العالمين، لنا إخوة مرضى، ولنا أخوات مريضات، اللهم اشفهم يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما، اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اشف جميع المرضى يا رب العالمين. Wallah, accorde ta guérison à nos sœurs et à nos frères malades, ya arhamar rahimin. Oh Allah, donne la guérison à tous les malades sur cette terre, ya arhamar rahimin.
Ou Allah, accorde ta miséricorde à nos défunts, ya Arhamar Rahimin. Allahumma arham mawtana, ya Rabbal Alameen. Allahumma ya Rabbi, eskinum fardis al-jinan, ya Rabbal Alameen. Fais que leur demeure éternelle soit le paradis et la vie de la félicité, ya Arhamar Rahimin. Al-Firdaus, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alameen. Allahumma amin, amin, wa sallim, wa sallim, ala sayyidina.